باكت السجائر في السعودية يكلف تقريباً 6 ريالات. هذا المبلغ إذا قررت أن تضعه كل يوم في صندوق استثمار بعائد ربح 18% سيصبح لديك خلال 25 سنة فقط 1,000,000 ريال سعودي. فالأمر يعود لكم إخواني وأخواتي، إما أنك تصبح مليونير أو أنك تقرر أنك تحرق فلوسك كل يوم. إخواني في الغرب الغير مدخن هو الذي له حق، بينما المدخن ليس له أي حق في الأماكن العامة. فتجد في أمريكا مثلاً أي مكان مغلق ممنوع فيه التدخين، مطاعم، فنادق، مستشفيات، مطارات، أي محل بأربع جدران يمنع فيه التدخين حفاظاً على حقوق غير المدخنين. بينما نجد مع الأسف أننا عند البلاد العربية الأمر معكوس، المدخن هو الذي له حق وغير المدخن ليس له أي حق. هذا المبلغ إخواني وأخواتي كم تتوقعوا يكفل من الأيتام؟ 5 مليار ريال سعودي يمكن لها أن تكفل 4 مليون يتيم في سنة واحدة، تكفل غذائهم وشرابهم وكسوتهم. 5 مليار ريال سعودي تكفل 4 مليون بني آدم على وجه الأرض. إخواني يعني المدخنين في الغرب في تناقص، يعني أمريكا الآن وصلت إلى أدنى مستويات التدخين في تاريخها، 1 مدخن مقابل 5 غير مدخنين، في الوقت الذي نجد أن التدخين في البلاد العربية مع الأسف في تزايد. وأنا أريد أن أقترح اقتراح على كل غير المدخنين في العالم العربي أن يمنعوا التدخين في بيوتهم. هذه أعتقد أول خطوة لإصلاح هذه الظاهرة في المجتمع، أن يطالب غير المدخنين بحقوقهم في المجتمع. وأنا وجدت أن هناك سببين يمنع غير المدخن أن يمنع التدخين في بيته. فيقول لك مثلاً أنه أخاف أنه الناس تقول علي أنه ماني كريم، أنه عندي ضيف في البيت فما يصير أقول له ممنوع التدخين. وأنا سألت عدد كبير من المدخنين لا يمانعوا ولا يجدوا أنه من سوء الضيافة أنه واحد يقول له والله ممنوع التدخين في بيتي، بالعكس سيحترمه. والسبب الآخر بعض الناس يقول لك ما حد حيجيني، يعني إذا منعت التدخين في البيت الناس حتفضل تروح بيوت أخرى، وهذا أيضا غير صحيح. فأنا في بيتي ممنوع في التدخين والحمد لله، عندي أصدقاء كثيرين مدخنون يحترمون هذه الرغبة لدي، ولما يجوني البيت كل ساعة مثلا يبغوا يدخنوا يطلعوا يدخنوا ويرجعوا تاني. فالسببين ليسوا سببا لأن يطالب غير المدخنين بحقوقهم في هذا المجتمع. يعني هو من حقه لأنه يضيف في بيته، ومن حقي برضه أني أنا أحترمه، يعني أحترمه وأحترم البيت اللي أنا فيه. لا طبعا كل واحد براحته، يعني بيته إذا يعني أول مرة تدخل بيت واحد غريب يعني أعتقد أنه يعني إحراج أنك تدخن في بيته أو حاجة زي كده، طالما أنت عارف أنه ما بيدخن فأعتقد أنه من الأدب أنك ما تدخن، كل واحد حسب بيته. أستراليا وضعت هدف لها أن تصبح دولة خالية من التدخين بحلول عام 2030، وأتمنى أن نبدأ بوضع أهداف مثل هذه في البلاد العربية بدل أن نصرف مليارات الدولارات على التدخين ثم نجلس ونشتكي أن أوضاعنا الاقتصادية تعبانة وأوضاعنا الصحية تعبانة. ينبغي أن نبادر، فنحن أولى من أستراليا في هذا القانون. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، يعني لا يحق لك أن تضر نفسك ولا يحق لك أن تضر غيرك، وهذا مبدأ إسلامي، فكيف يطبقه الأستراليون قبلنا؟ If you smoke around children, they smoke too. Every year, thousands of children have to go to hospital because
because of breathing other people's cigarette smoke. يوجد في المملكة العربية السعودية 27 عيادة لمكافحة التدخين، وهي عيادات مجانية تصرف عليها وزارة الصحة. مواقع وبيانات هذه العيادات ستجدوها في موقع البرنامج. وبالمناسبة شهر رمضان المبارك إخواني هو شهر رائع ومناسبة رائعة جدا للإقلاع عن أي عادة سيئة، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ويعافي كل المسلمين من هذه الآفة، اللهم آمين.